يقول حفظكم الله: شخص يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد كذا وكذا، فهل قوله هذا فيه شرك أكبر؟ هذا بدعة، السؤال بالجاه، السؤال بالجاه بدعة، لم يرد ولم يثبت عن الرسول أنه شرع لأمته أن يتوسلوا بجاهه عليه الصلاة والسلام. وحديث اللي يقولون أن الرسول قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا كذب على الرسول، ليس موجودا في دواوين السنة كلها والحمد لله، إنما هو كذب. الرسول له جاه، الرسل لهم جاه عند الله، لكن ما شرع الله لنا أن نسأل بجاههم، إنما نسأل الله باتباعهم والاقتداء بهم. نعم.